وكمان هذا الشارع يشتهر بأكلاته الحلال اللذيذة جدا والتي سنتذوقها معا بالتأكيد. يلا في هذه الجهة هذا المكان هو هذا الدكان هو يعني أشهر دكاكين في بكين الذي يبيع شرائح لحم البقر واللحم الخروف ولذلك يعني ولذلك هناك ازدحام شديد. نعم ازدحام. وعليكم السلام، كيف حالك؟ مرحبا بك، كيف حالك؟ احد الاطفال في شارع نيو جي اتى لالقاء التحيه، انه لطيف جدا. نحن ننتظر دورنا للحصول على كعكه ورقه اللوتس، قالوا لنا انها لذيذه جدا، سنجربها معا. وأخيرا حصلنا على كعكة ورقة اللوتس، هيا لنتذوقها. على فكرة رائحتها تبدو لذيذة. بعدما قام الأستاذ باي بتعليم كيفية استخدام عيدان الأكل بشكل بسيط، أصبح بإمكاني الاعتماد عليها لتناول الطعام. لذيذة. هذا المكان. بحسب الأستاذ بايي، فإن هذه الوجبة كانت مشهورة جدا في عهد أسرة تشينغ، وقد تم تنقلها إلى يومنا هذا. صور كثيرة على حال. وهذه صور عن تاريخ هذه المنطقة. وأيضا هذه الصورة هي صورة يعني أكلات خفيفة. في المكان الذي كنا فيه. مثل ذلك، ولكن نعم. في بعض العقود. يعني أكلة اسمها كوجوخو، لذيذ جدا وكلنا نحبه. هاي سيدي. لذيذ؟ خبز المحمص. نعم مثل ذلك. وهذه مختلفة عن الكبيرة. أصغر. نعم. ولكن ربما نفس الطعم. نعم، والطعم مختلف. كوجوخو.